بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هبدأ النهاردة هشرح طريقة عمل القراميط في 3D Max. طبعا كلنا عارفينها وبنحتاجها في الواجهات الخارجية، وكنا بنستعمل سكريبت معروف جدا وكان مشهور جدا وبنشتغله في الإصدارات ما قبل 2014 اللي هو بيتزل برو ديزاينر ده، وكان سهل جدا وظريف جدا وكان بيحل لنا مشكلة. معرفش هو ليه توقف انتاجه، بس ما علينا. هبتدي النهارده اشرح طريقتين، طريقه الريل كلون وطريقه تانية عن طريق سكريبتين مكملين لبعض، سهله جدا وبسيطه جدا ومريحه جدا. نبدا بالريل كلون. الريل كلون سهل جدا، يعني انا لو اعتبرت ان ده الشيب بتاعي، انا لو جيت هنا كده عملت زوم ان، انا ده عامل المناسيب بتاعتي، اعمل هنا الميل ارتفاعه مثلا 45 او 30 زي ما تقدر زي ما انا عايز. كل القصة ان انا هبدأ كده بالريل كلون، هروح عامل كده واروح واخد من اللايبراري بتاعتي، بختار اي شكل انا عايزه وليكن ده، واروح جاي على سبلاين واروح عامل كده في ثانية، بقى الموضوع معايا جاهز مفهوش أي مشكلة. تمام، هبتدي بقى محتاج إن أنا أعمل الفواصل. هعمل هايد كده للجزء ده. الفواصل لازم أبقى عارف أنا هعمل الفواصل فين، يعني أنا عندي عايز أعمل فاصل هنا، عايز أعمل فاصل هنا، عايز أعمل فاصل هنا. كل الفواصل اللي أنا عايز أعملها بثبتها، بروح عامل كده كنترول في منه، أنا أوريدي عامل فوق. تمام، وابتدي احذف سبلاين اللي ملوش لازمه، يعني انا هاخد ده كده احذفه، وهاخد ده كده هحذفه، واحذف كل اللي ملوش لازمه معايا لحد ما سهل. انا اوريدي عامله فانا ملوش لازمه معايا، فانا هاجي برضو على الريل كلون واروح عامل كده. للي حابب يسأل عن التفعيل هسيب لكم في الرابط تفعيل الرير كلون وتشغيله. اجي هنا الهايبس اند ريجينج دي واختار اي حاجة، اي شكل يحل لي المشكلة دي وليكن ده مثلا. اختار كده بالسبلاين وابتدي انزل بالسبلاين بتاعي على مكان المظبوط بتاعه. انا كده بالنسبة لي الموضوع انتهى. ده بالنسبة لاول طريقة، طبعا عشان هو ده معمول بطريقة ديسبلاي فانا ممكن اعمله مش عشان اشوف الدنيا ماشية ازاي، او هو مش فانا ممكن اغير شكل تاني لو هو شكل مش مناسب، ممكن اروح اعمل حاجة تانية، ممكن اروح اعمل ده مثلا. يعني مجرد ان احنا بنقفل شغلنا ونشوف الدنيا ماشية ازاي. هو كده بالنسبة لي انا قفلت الفواصل، ودي اول طريقة، ودي بالنسبة لنا دي الطريقة. بس هي مشكلتنا ان هي خلي الموضوع محدود شوية. تاني طريقة دي ظريفة عشان ان احنا معظمنا بنشتغل من بلانات فيلل والكلام ده كله، فاحيانا بيجي لنا الروف البلان بتاعه بيبقى كده فما بيبقاش مظبوط معانا، او يعني له حاجات داخلة وحاجات خارجة واتجاهات وكسرات والكلام ده كله. في سكريبت ظريف جدا بنستعين بيه عشان يعمل لنا زاوية الميل والكلام ده. السكريبت ده اسمه ام دبليو روف جنريت. مجرد ان انا بعمل بيك اونلاين شيب واروح مختار كده واخلي اقول له مثلا زاوية الميل خليها 45، واروح عامل كده كريت في ثانية خلى الموضوع ده كده. عايزها مثلا 30، اعمل كده كرييت وهكذا عشان بس الدنيا تبقى معايا اهو. تمام،
ممكن انا اظبط لو انا مش عايز الجزء ده، ممكن اظبط دنيا، ممكن اعمل اي شكل انا حابه لو انا عندي البلان او الاسقاط بتاعي بشكل تاني، ممكن انا ارفعه والكلام ده كله. انا كده خلصت الشكل العام بتاعي، هروح جاي على حاجة اسمها سكريبت تاني او بلاجنز تاني اسمه ايه، اي تايلز برو اللي هو ده. ده مشكلته انه في شيبس كتير وفي اشكال كتير، بس هو مريح جدا جدا في عمل عمل ارضيات وعمل قراميد وحيطان والكلام ده كله. بس هو مشكلته ان هو الاعداد بتاعته معقدة شوية، فاحنا بنحاول نشتغل بطريقة سهلة. يعني انا عشان ما تعبش نفسي انا عملت منه سامبلز دي وعملت السامبلز دي للتكرار معايا ودي للجزء التقفيل. فانا اروح دايس على دي كده، هحطها لكم برضو في الروابط، واروح دايس كده واروح جاي. انا دي عشان كررتها كتير لحد ما وصلت للشكل ده مناسب جدا ويحقق لي اللي انا عايزه. فانا هبتدي اروح جاي على حاجة اسمها تول بوكس، وراح زوم اوت، وراح قايل فروم روف بلان بسهولة جدا. اروح كده في دقيقة، خلصت انا الروف بلان بتاعي مفيهوش اي مشكلة. هيبتدي مطلوب مني الفواصل دي، الفواصل دي بسيط برضو بنفس الطريقة. اروح جايب ده اعمل منه كنترول في، اروح طالب بيه كابي، انزل ده عشان ملوش لازمة، واروح واخد اللاينز اللي انا عايزها convert to poly، اللاينز اللي انا عايزها يتعمل لها تقفيل عن طريق السكريبت. ده كده اعتقد انا مش محتاج حاجة من تحت، تمام كده عملنا تشيك. اروح اعمل كده create shape from selection، واعمل linear اوكي، اروح جاي عملنا كده، واروح مختار التانية اللي هو a tiles دي، واروح عامل from spline، واروح عامل كده تاخد وقت حوالي 30 ثانية، اقل من 20 ثانية او حاجة ان هي تتفعل. اروح اعمل كده ونازل بيها select similar، من الفرونت نازل بيه كده كده. انا قفلت على شغلي وظبطت الدنيا في اقل القليل، حاجة منتهى السهولة واليسر مفيهوش اي مشكلة ومش محتاج اي حاجة اكتر من كده. والسلام عليكم.